هالغربة تعلمني. شكرا شكرا. أحسن ما شاء الله ما شاء الله. لا أخي شوف، لما يكون عندك لما يكون أكثر الناس يحبون الحزن. الله يسعدك. خلاص خلاص يا أخوي. أسألك بالله تكمل. عيدها عيدها من جديد. علي الصوت بالله اطلع فيها عيش حلق الحلق. الله الله أكبر. تعلمني سنين الغربة وتعلم، تعلمني أعيش الصمت ولا أتكلم. الله الله. حزين صوتي شراي، غريب وغربة الداعي. ألا يا شين هالغربة تعلمني. أصعب شعور الغربة صارت لي وطن، أصعب شعور مدري أنا مدري أنا وش هالشعور. ما اخترت أنا هذا الحزن، ما اخترت أنا ما اخترت أنا هذه الأمور. تعلمني سنين الغربة وتعلم. الله الله الله. تعلمني أعيش الصمت ولا أتكلم. الله. ألا يا شين هالغربة تعلمني. الله 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 الله. انا اصفق لك واقف لك الجلال المحترم. قولوا ما شاء الله جميعا. الله يسلمك. قولوا ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. صح الله. صح الله صوتك. لسانك. الله يجزاك. وصح الله صوتك. وسأرفع تقرير غدا الى الشيخ قابل متسلط بيجي. نعم والله سمعنا. وان شاء الله ننظر له. صوت جميل واداء اجمل. الله يجزاك ويجنك. الله يبارك فيك. يلا استمتع ترى كل شيء. ايش كلامك؟ ايش الجو وش؟ ما ادري انا. اي والله. سلطان. لان الجو شتوي يا الربع. سلطان. سمعنا سمعنا شيء على مزاج. شوف زي اللهب زي النار. ابو الهيان ودنا احنا ما احنا مرتوين منك. احنا الان بدينا نسمع من ابو الهيان اذا سمحت بالجلوس. طيب تعال. لا لا تعال. لا والله تعال شيء. لا والله بسرعه انت ارتاح يا بلال. والله جدينك وربك. وانا سلطان هزاع تعال بعد. يا الله اخوان هادم اللذات مفرق الجماعات. مفرق الجماعات هادم اللذات علي عبد المعطي. وش السالفه؟ ها كانين ولد. انا بيجرب ابو حصه. لا ما بك جرب. اقعد ما بك جرب. اقعد ما قام عشانك. ما قام عشانك من على شانه. لا لا ما بك جرب. بس عندهم موضوع دراما. لا في شيء في شيء عندهم موضوع دراما رجال يا رجل. دراما ما لقوا يا ما اجي يلقون الدراما. هينا بسيطه بسيطه. هلا بسيطه يعني انسى الموضوع. انسى الموضوع استريح واشرب لك شاي. كاسه شاي على كيف كيفك. هذه مسويه من تحت يديني. اقول اصعب شعور انك تحس انك غريب وكل انك غريب كل من حولك حضور والناس من حولك حضور. حضور اصعب شعور. اصعب شعور. اصبر خلني اقولها بالله. قولها قولها فرجينا الحس اللي عندك. لا 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 لا. طيب يقول اصعب شعور. اصعب شعور انك تحس انك غريب. الله الله. والناس من حولك حضور. اصعب شعور. شعور. اقعد اقول أصعب شعور والغربة صارت لي وطن. وطن ما أدري أنا وش هالشعور. ما اخترت أنا هذا الحزن. ما اخترت أنا ما اخترت أنا هذه الأمور. الله الله يا سلام يا سلام. كاينين؟ كاينين؟ من هو أنا؟ غفو غفو محترمة. غفو تسمع من اللي يقول دفق نعاس. دفق نعاس. دفقت نعاس وجيت. حلو والله يعني أنا نعسان أول و بدأ البرد يا حبيبي وعطيته حقه نعاس وخلص. حب البرد وزانت النفسية. أهديك الله. لوتشي لا جددوها جددوها. ندور شيء. لوتشي هذه ثنتين خلصنا. ثنتين خلصنا ودنا لنا سالفة. ها؟ ودنا لنا سالفة. أنا إيه ودنا لنا سالفة. ما سمعنا من سلطان. ارجع اجلس عش جوك. أمس سمعت انا سالفه ما ادري اول امس والان ودنا نسمع لنا سالفه. يعني كل يومين سالفه من ابو حصه. والله انا زين احنا راضيين. اما ان نتركك على اسمع اسمع انا محتاجك في فقره كلي لك ربك كله كان
اروح وطي يا شيخ، ما بعد روحي اروح شعير في فم بعير، اقول كم اروح تيت في قوطي فليت ابو محمد والله نحن نروح شعير في فم بعير والله اروح تيت في قوطي فليت السلام اروح لك وطي يا شيخ. يا شيخ انا حبيت الله يعزك. شو المشاعر الجاية هذه؟ ليش المشاعر هذا؟ ترى البرد ياثر عليك. انا انبثقت انبثقت انت والله طشرت انت ما انبثقت انت طشرت. وش ال شوف في فقرة بتكون عندي حلو، فقرة حلوة خفيفة تكون مرة في الأسبوع أو عاد ليش هالبخل مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع إذا أنت فاضي يعني. أنا فاضي طال عمرك. حسب جدولك طال عمرك. عندي أنا ما أدري كلها ما متفطحين بوضع من أجلس طال عمرك من هنا لهنا كل حلقة بتكون في مكان حلو. طيب والحلقة أنت تكون جالس طال عمرك أيوه وتكذب علينا بدل القصص الله يطول الله يرفع قدرك وتجيب من بعد الله يرفع قدرك لا تجيب لنا من قدر القصص هي القصص الاوليه سواء صدق ولا قصص لا من الاساطير اللي يسمونها الاساطير اساطير يعني شنو بس انا جبتها بشكل محترم يعني احاول ارجع يرحم والديك شوفك يا عيال اسرائيليه شوفك يا عيال شوفك تكون جالس زين واخوان الشعراء موجودين حلو انت تقول القصه طيب هم كل شاعر يكتب بيتين في وصف القصة أو بيتين عن القصة صحيح يا سلام ونسمع منهم جميع حلو. طبعا أنا في فقرة بس من هيام كنت تبدأ قبل يومين اللي هي موضوع أنه رسالة إيجابية كل واحد كل يوم واحد نختار واحد ويكتب إشي إيجابي وكذا ونعلقه على باب القرية أو على السور أو على كذا هلا انضم ممكن انضم معكم ولا اقول لهم تبقى كلنا راح نكتب متسبق لا لازم تحط لك لوحه يعني او نحط لوحه ونعلق عليه حتى سالم حق كلوتشي ما عادي كلهم والله تشرف والله بسالم فروتشي الله ما احنا منها هنا شايف ايه؟ فكلهم نكتب كلهم نكتب ونعلقهم اهم شيء رساله ايجابيه معلومه يعني شيء مفيد لا اوراق بتكون معلقه على لوحه ونعلقها انا هذه كانت مبادرتي روح احنا معك والله الباب طول اليوم مفتوح لكن تاجلت الاسبوع الجاي ان شاء الله نبدا روحي واحنا معاكي روحي واحنا وراكي روحي والله يحميكي يحميكي اله العالمين انا اكتشفت ان الشخص اللي قلبه طيب وابيض صوته شين الله يطول لا مثل الرجل هذا ومثلي يعني مثلي وشرواي والله انه صوت يعني انا وياك يعني قلوبنا سود انا بعدين صوتي لا والله شيء صوت شيء انا معهم والله دي معهم صوت انا والله معهم والله انك عذب والله ان صوتك عذب تعب عليه شوي تضرب والله ان يكون صوتي اردن القادم والله يطول اتكلم جد ورب البيت هل تسب؟ يا تسب ها؟ هل تسب واحد يتسب على الثاني هذا تذب حلو المشكلة بينكم قرروا يا حلو يا محلو أنا استنى خضر أنا تذب أنا استنى خضر أرجوكم أنا إنسان واثق من نفسي أرجوكم ما تكسروا مشاعري أنتم أبو حصة جيبوا خضر يا ولد يا ولد برد يا ولد أبو حصة والله برد والله برد أبو حصة لا تذكر طيب شو بتضوى الحين لا تجرح مشاعري قرروا صوتي حلو ولا لا وأنا ما ودي حدا أنا والله يحبك والله إنك يا هاتف أكبر مصير خلوني أطر بس شيء حامل هذا شيء يعني ولا شوية ها والله راسي وجعني لا يجعني ما خلوني مو بحر لا بحر بارد يا ود بولو جين تبدي ما ادري ايش تقضب ضب شفتك يا اخي سبحنا الولد انت لا يا اخي شيء ضرب خير اخر الليل يا اخي ما اجرى يا ولد احس انه يتحرك ما ادري ليه هذا ايش يلبط والله تقعد هنا اي هذا يزحم المسجد على مين؟ من نمت المسجد انا كل ما نمت اقوم باقي يومين فيني شيء احك حلق يحك انحلق ولا شلون ادخل يدي لا ما تحك ابلع يوجع اي يوجع انا اقول لك انا تروح بكره بحلقه تروح بكره تروح متعكر تروح بكره عادي بعدين يحك يعني ولد من داخل ادري شلون يحكه يحكه من برا بس ما يجي شيء ليه؟ ما يجي لازم من داخل مش لازم فوت لك علاقه في عندي شفت علاقه افتح اصبر دخل دخل بالبراده بالبراده وش البرادة لازم تحرقها شوي بعد راسك شوي انا ما ادري كلنا عدمت كبيت عدامي كبيت عدامي كلنا وش اجلس اجلس والله مش مضغوط انت والله انك مش مضغوط والله هذا شوف من وين شوف من وين والله راحت ثيابك وراحت كل اشياءي وهذه وثياب انا اقول ثياب حالتك حال ثياب انا تدش قال العيافي قال بنجيب خياط
لان احنا لا معنا جوالات وما عندنا، يجينا خياط هنا يخيط لنا ثياب شتويه. صادق كل العالم قاعد صادق ضروري. نعم 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 جدا. هذا ما تلبسون انتم؟ ايوه اذا جاء الشتاء كيف تلبسون ثياب شتويه انتم؟ عندي مراكش لا نفس النظام بعد كذا رقبتك ما تايبه اسمها برد. والله ودي اقول والله ودي اقول لك ادري ايش تقول صاد والله ودي اقول لك رقبتك ايش تسوي. هو ناويك هو ناويك هو ناويك هو ناويك هو ناويني من ذاك اليوم في المسجد. لا بالله والله والله ما تامس لا تقف وجهك كله ناوي يا بقز بني. لا هو اللي نوان امس عرفت بقز بني ويلك الشر دخل علينا قوم النوم صفقنا بوجينا موجود 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 المشكلة من داير ورجع ودخل اعطانا ذيك النار ولا احد يتكلم ثم اخذ فراشي ما تراك الفراش مع الفراش مع الفراش والله حتى ما تقدر والله ابي هم يرجع من ورا هم لا اعطني بالله من الشيطان النظره اي وانت بزعمك البارح انك تبي تمزع معه تعطيك تعطيك ما يا حتى ما يراعي ها عود بالله يا اخي انا ادري وين راح الان في السجن ولا في الباري علي الاخلاق البارح لا اله الا الله عليك زي الزفت ما شاء الله. واحد قال لي امس من الجالسين قال هذا الرجل اغلط على اي شيء تبيه اغلط على الله يسعد ويجيكم اغلط على هزاي في اي شيء الا النوم النوم صعب النوم بالنوم الرجل النوم الرجل هذا بس خلينا نكون واقعيين حساس زياده عن اللزوم بالنوم جدا يعني تمر من جنبه على اي شيء الا النوم لا اذا تمر من جنبه عادي ترى احتمال يصحى جدا يا اخي انا متضايق يا اخي جد والله انا متضايق بعد انا متضايق من نفسي والله من النوم انا والله انا الحل. صناعيه سياره الان اثرت على نفسيتنا امس ها صناعيه انا ما عندي مشكله انا متضايق من نفسي على النوم وش بتكون اللجه وش بيكون الصوت ودي انام نعست بس استراسي شوف انا انا اخي قل الحمد لله اسمع والله اسمع. نعمه انا تضايق الحمد لله والله نعمه والله اسمع نعمة. انا تضايق من الازعاج وامانه لكني حط راسي ما اقول ما اقدر ازعج الشباب اللي موجودين اذا هم خمسه راسي طال عمرك لاني انا انسان داري مشاعر الاخرين لكن انت تضرب لنا ما اقدر شوف شوف انا تدري متى داري مشاعره هو بس لا داري مشاعره اهم شيء النوم تدري متى اول ساعه شوف اول ساعه لين ادعس في النوم امسك خط لا تكلمني بعدين كيفك سوي اللي تسوي قالوا تحرك ساعه ساكتين يلا نام الزان قالوا المشكله سوالفنا البارح اسمع يلا نتكلم بكره والله والله بحور مو معنا امس بحور مو والله لو بحور معنا يجوز ينجل اليوم يهبلبه اليوم حطني في حضنك نام نام والله المفروض اي والله حتى نفلي راسك اي ليش نفلي راسك يعني افلي افلي راسك يعني ما تعرف افلا يا اخوي ايش غلطت انت والله صحيح والله ما عمره تفليك امك ما في اول امي تفلينا شلون بعدين شلون عمل العجله جدلا جد لك وشو جلك بنت ما ادري عنك ما بقول لك تحط لك قروح تفل يعني تبحث عن القمر تبحث عن القمر ما عمره يصير بالقمر ما قمرت ما قمرت ما قمرت والله عندي شوف يسعى مع ذلك قلع والله اسمع عليك اسمع عليك ابغى اشوف ما قمرت ولا ادري زحف لي شوي زحف لك شوي قال لك عاب حور منهم تعال انا يلا اخذ الكرسي فصل فصل هذه ما الحمد لله ما تعدل لي يومكم هذا ما قمرت شنو عمل العجز تقول هلا تفل بعدين كأنها لقت قمله تقول طق تسمع صوتها براسك بظفره تقول اقول تذكر الصوت تذكر الصوت جابت الله قدر بحصه هذه اللي تذكر والله قمله يسعى تذكر الصوت طق اي اي بظفره تقول طق والله نصي انا جابر جابر يجيك امبر يجيك امبر يا عمان ها كبير ورقبتك بس والله صغير ما تبرد رقبتك كيف تبرد؟ ما طيب شو تسوي برقبتك؟ رقبتك سيف عزلي يا هلا والله عسى محاوره ابشر والله انا راسي وجعني وقع ذره ابشر يا اخي خربت جونا بس يلا والله معليش ترى انا اول مره اخرب فقره من؟ لا لا وشي انت هذا المفردات مفرق الجبال محاوره بسيطه مع المشكله ابشروا والله هيا ابو نهيا في نفس الوقت يلا بحصه يا حبيبي والله ما اقدر انا والله عاد بحصه ان كان تعبان احنا في رياليتي احنا واقع لازم اتذب والله عاد لا اقوم اصفق تالي هالليل والله اني صاد انا الريال والله شاركك في الحاله في الساعه واحدة يصفق بالليل وجن مجنون خلاص عجزنا يا والله ما نسيت قالك يا عاد راحتك تبي تقوم قال كيف لا لا انا استحيت انا والله عاجز راسي وجع استحيت الرجال بشر فيه حليب ولا ما في حليب والله يقول ان شاء الله تزهل لا بس هل اللي بيض الله وجهه والله اي والله فارس هذا ابد انا اكلك عندي ابو ناصر ابشر بوجهك كفو كفو ابشر بوجهك ابشر بوجهك فارس ابشر بوجهك ابشر بوجهك اي والله ابشر بوجهك انت شكته لا بس تكتب مصرف الناقة لا كتبت لي بيت ممكن اقرا شوف من هو يا رفيقي